يعطيك العافية. أهلين الله يعافيك. تمن لي هالساعة إذا بتريد. إيدي هالساعة ني جايبة؟ مو جايبة هدية جايتني هاي. إذا بدك تبيعها بدفع لك فيها 20,000. إذا بتحب افصلها عن غيري. لا مناح مناح. 20,000 20 مناح يا كريم. ولا اقول لك بطلت بيع، ما بدي بيع، هات. ايه على راحتك. شو هالزبونات هاي؟ هذا انت يا ابو غالب؟ عفوا سيدي انا. انت اخر واحد كنت متوقع يطلع منه هالشيء. دخيلك سامحني غسان بيك، صحيح انا مديت ايدي بس ضميري وجعني كثير، وهي شفت بعينك كيف كنت عم رجع الساعة. اتفضل سيدي هي الساعة لساتها مثل ما هي. الحكي بتقوله للشرطة لما بتجي. ليش الشرطة غسان بيك؟ دخيلك هي ساعتك رجعتك مثل ما هي، مو ساعتك هي سيدي. بلا ساعتي، بس الشرطة مو جاي من شان الساعة. مشان شو لك؟ من شان المئة ألف اللي كانوا جنب الساعة يا حرامي. مئة ألف ليرة؟ ايه طبعا لازم يحبسني مشان ما يدفع لي تعويض 20 سنة خدمة.